سلام خواتاتي، كي داير لاباس عليكم؟ صحيح تكون بخير، كي داير الامور؟ إيه خواتاتي، والله الا غبرت عليكم كاين ما يغبر. ظروف هي تديرها دابا خواتاتي. كاين هنايا عندي الزرع ديال القمح، هذا راه بالنخاله ديالو. انا جن اليوم دي يعني ما بقيت قادره ندير شي حاجه، مشغوله، عندي شي حاجه تنديرها. وغدا نشارك معكم اليوم غير الخبز، غنزيد عليه طحين رطب، ما نحطش طحين رطب بزاف. يعني علاش ما بقيتش قادره ندير فيديوهات بالاخوات؟ انا غنوريكم المشكل اللي وقع لي في التليفون ديالي. هضره دابا راه غير دبرت شي واحد، باقا غادي نشري واحد. كي تشوفوا اخواتي راه طاح لي التليفون، شوف كيفاش ولا. يعني راه ما بقاش عندي كيفاش ندخل ولا ندير شي حاجه. دابا واخا تيسوني شي واحد، تيسوني عليك بحال هكايا، ما تبقاوش النوامر تيطلعوا. يعني راه سبحان الله، واخا كان عنده الكوفر ديالو وعنده الجاجه هنا الفوق، يعني طاح طيحه واقفه بحال هكايا. وجيت نحل على الباب وهو يطيح ليا، زعما ماشي شي طيحه يعني ورا، ولكن الحاجه اللي مكتبه ضروري. ودابا والله حتى التليفون ما قدرتش باش نديه نصاوبو، نشوف واش غنصاوبو ولا غنشري واحد. يعني ضروري خاصني الثمن، كان تيبان ليا شي حاجه اللي هانتوما عارفين الثمن ديالها، التصاويب ديالو، وغادا نشوف نشري واحد. دابا والله الوقت ما عندي شي ناش، ما مسالياش. دابا خواتاتي غنديرو هنا الخميره، مع شويه تاع الحال دابا باقا الشتا تتصوب والحال بارد شويه، غنزعم الخميره. كل نهار نقول نعجن الخبز، وغير السيمانه كامله كلينا الخبز ديال الشهر. يعني ما الوقت ما تيرحمش، الخبز تيبقى الوقت. هنا نديرو الملح، وصافي نديرو الماء هنايا. ودابا انا خواتاتي راه زدت انا الماء، ما نجريش حد الزرع ما تيبغيش الماء بزاف. واصلا راه دغيا تيخمر مع ديال الزرع، راه ما نقولش لكم دغيا تيخمر. انا شوف راه زعمت الخميره اليوم، ما عمري ما فان زعمه اليوم زعمتها. نتلاقاو من يوجد الخبز نتلاقاو معكم خواتاتي. دابا انا رجعت معكم هنايا باش انا هيا كي خمرت هنايا باش نقرصها، نحاول نحطها هنا. هادشي كامل. ودابا هاد خواتاتي غدا نجمعها بحال هكا باش نقول كيفاش نقطعها. هنايا راه عندي القمح النيت، راه باقي من خالته، غنقرصها بيه ونديرو. ماشي صغيورا صغيورا اليوم، ما والله غادي برانا بغيت نشارك معكم هادي شحال ما درتش الفيديو معكم وغيبت عليكم بزاف. قلت اليوم علاش ما نشاركش معكم داكشي اللي غنديرو، نشارك معكم الخبز. ويا بصراحه الخبز ديال الدار راه صحي والله العظيم، خصوص ديال الزرع. نبدا بالاولى، نبدا نقرص. تحاولوا ما تقرصوهمش بزاف حيت ديال الزرع راه يجيو كبر بزاف. انا بعدا ما تنقرصهمش، بغيت نخليهم شويه غلاظ. ودابا نتوما تشوفوا خواتاتي، بقاو هاد جوج. انا غنتني المنديل وغادا نديرو هنايا نخليه يخمر، وملي غادي يخمر راكم عاد تشوفوا كيفاش جاو الخبيزات ديال اليوم. ونشارك معكم الخبز ديالي ديال اليوم.
ودابا خواتاتي انا رجعت معكم، انتم تشوفوا الخبز راه هو هذا، انتم كي تيجي راه صرف الله تيجي زوين والله العظيم، تيجي واحد تيجي رطاب وزوين ديال الزرع، راه بلا ما نشكروا لكم راه اي واحد عارفه كيفاش تيجي وتيبقى زوين. وانا قلت نشارك مع خواتاتي اليوم الخبز ديال الدار وديال الزرع، يعني والله العظيم وجا يعني وخمرت زوين وداكشي. وراه ودين كليكم دابا ديروه حتى في مجمد، انا دابا راه درت بالقطره، علاش تديروه هكايا في الميكا ديروه وحده على حساب القياس اللي باغي انت تجبدو. انا تنقسم وتندير لها جوج ولا وحده بحال هكايا في الميكا، لحقاش علاش تقدري تكوني يكونوا على جوج ناس ولا يكون واحد، يعني تجبدي القياس ديالو وراه تيبقى دائما زوين. وهذا هو الفيديو خواتاتي، شاركته معكم ومنتمنى يكون من الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم شي لايك لخوتكم ما تخبلوش عليا، ونتلاقاو في شي فيديو جديد ان شاء الله، وما بقاش نطول عليكم ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد ان شاء الله.